لكم وقائع هذا السباق وهذا المهرجان، مهرجان الشيخ زايد التراثي المقام هنا على أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين. هذه الفعالية وهذا المهرجان الذي أعلنت انطلاقته من يوم الأمس وخصص لسن الحجاج على فترتين، فترة صباحية ومسائية، وفي هذا اليوم وتستكمل الفعالية بانطلاقة أشواط اللقاية. أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الرابع من مجموع الأشواط المخصصة لهذا السن، والمسافة المقررة هي 5 كيلومترات. شعارات مميزة ومختلفة أتت للمشاركة بهذا المهرجان التراثي الكبير للحصول على نقطة ذهبية في هذا المحفل التراثي. نذهب مباشرة لكي نتعرف على الأسماء المنطلقة. أجد مغادر لسعيد بن عبد الله بن محمد الهلي من خذ المركز الأول، بدأ يسيطر على مجريات الأمور من بداية رحلة هذه الانطلاقة، بينما المركز الثاني صامل علي بن محمد بن سعيد النابت المري من غير واختطف المركز الأول، تراجع إلى المركز الثاني مغادر لسعيد بن عبد الله بن محمد بن هلي، بينما المركز الثالث وصل عز الجيش نايف بن عبد الله بن علي آل فهيد المري تقدم إلى المستوى الثالث، بينما المركز الرابع حمل رقم 42 وهو مهول عامر بن محمد بخلفان الهاملي. المركز الخامس الذي بدأ بالتدخل من الجانب الآخر اللي هو صيح سيف بن درويش بن عاطف المزروعي. المركز السادس وصل المتحد خليفة بن علي بن راشد النعيمي في سادس المراكز، والمركز السابع أيضا شعار سالم بسهيل بالشرقي العامري يتدخل المركز السابع وهو أيضا الماهر سهيل بسالم بالشرقي العامري، والمركز الثامن ما شاء الله يا مرسال أو شاهين عبد الله بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي. المركز التاسع راهي حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري، والمركز العاشر ساجد سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري. هكذا هي النتيجة والنداء الأول للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة بهذا المسار. ما زالت هذه المسيرة تسير، مسيرة الجعدان اللقاية برابع أشواطنا الصباحية بهذا اليوم، مستمرة حاملة معها هذه الأسماء التي تسعى للحصول على نقطة ذهبية في هذا المهرجان الكبير الذي يستقطب جميع أبناء الخليج للمشاركة به، وهذا اللي غير مجريات الأمور وبدأ ياخذ المركز الأول عز الجيش نايف بن عبد الله بن علي آل فهيد المري من غير واختطف المركز الأول. ما شاء الله بدأ يسيطر على الوضع تماما مع انتصاف المسافة المقررة لهذا السن. هنا 5 كيلومترات قطعنا 2 كيلو و500، والمتبقي نفس المسافة الماضية، مسافة كافية لكي نرى الشعارات المتأخرة بالانطلاق بالظهور وملاحقة المجموعة الأولى التي يتقدمها عز الجيش، بينما المركز الثاني صامل علي بن محمد بن سعيد النابت المري من يتواجد على المستوى الثاني، والمركز الثالث مغادر سعيد بن عبد الله بن محمد بالهلي على المستوى الثالث. إذا هذه المجموعة الثلاثية الأولى التي يتقدمها عز الجيش بمرافقة صامل بملاحقة مغادر، بينما المركز الرابع وصل بهذه اللحظات ما شاء الله مرسال محمد بن سهيل بن راشد الحميري خذ المركز الرابع، والمركز الخامس الماهر سهيل بن سالم بالشرقي العامري، اسم جديد نراه بدأ بالتدخل جنيب راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي. يا سلام، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، نعود إلى عز الجيش الذي ما زال مسيطرا كل السيطرة على الوضع تماما. ما شاء الله عز الجيش لنايف بن عبد الله بن علي آل فهيد المري ما زال محافظا على هذا الموقع، لم يستسلم لجميع الأطراف المنافسة، بينما المركز الثاني الله 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 يا ذيب اغدى الله 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 اللي وصل في هذه اللحظات حامل الرقم 25 مرسال محمد بن سهيل بن راشد الحميري بدأ يختطف المركز الثاني. المركز الثالث وصل جنيب راشد بن سعيد بن منانة الكتبي بدأ يختطف المركز الثاني، وصل في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن راشد بن محمد الزقيب المري ياخذ المركز الثالث، لكن عودة مع شعار المتحدي الذي بدأ يختطف الموقع الأول مع دخولنا بأجواء الكيلو الأخير، الكيلو الأصعب بهذا المسار، الكيلو الأقوى بهذه التحديات. هنا تبدأ إصدار
الأوامر والتعليمات يبدأ الانتقال من موقع إلى أفضل. الجميع يبحث عن موقع جنيف الحالي الذي يتقدم هذه الأسماء المشاركة، راشد بن سعيد بن منان هلكتبي، بينما المركز الثاني والذي بدأ بالملاحقة مرسال محمد بن سهيل بن راشد الحميري وصل بهذه اللحظات شاهين عبد الله بن راشد بن محمد الزقيب المري، بينما من الجانب الآخر راهي حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري حامل رقم 42 يا سلام اللي هو مول عامر بن محمد بن خلفان الهاملي. لكن جنيب الذي انطلق بهذا الموقع المميز الذي يبحث عنه كل المشاركين، الله راشد بن سعيد بن منان هلكتبي، ولكن الملاحقة من شاهين عبد الله بن راشد بن محمد الزقيب المري الذي يضغط ضغط قوي ومباشر. الله الله الله، ما زال المتحدي صامدا رغم المحاولات التي تأتي من جميع الأطراف. هذه الأمتار الأخيرة الفاصلة على خط النهاية لراشد بن سعيد بن منان هلكتبي، تهانينا والناموس له وتهانينا لأهالي زعبيل بمناسبة هذا الفوز، هذا الإنجاز، هذا الانتصار برابع انطلاقاتنا الصباحية بهذا اليوم المخصصة لسن اللقاية. والمركز الثاني شاهين عبد الله بن راشد بن محمد الزقيب المري، المركز الثالث مهول عامر محمد وخلفاء الهاملي، المركز الرابع حامل رقم 25 وهو مرسال محمد بن سهيب راشد الحميري، المركز الخامس غيث علي بن سالم بن مبارك الفيدة المري. هكذا هي نتيجة الخمس المراكز الأولى المتقدمة بهذا الشوط. نعود بالتهنية لمالك جنيب راشد بن سعيد بن منان هلكتبي الذي استطاع بكل قوة أن يحسم مجريات هذا الشوط ويقطع المسافة ايضا المقرره لهذا السن 5 كيلومترات بتوقيت زمني وقدر 7 دقائق 35 ثانية و9 أجزاء من الثانيه، توقيت مميز يسجل على ارضيه هذا الميدان. بينما من حله ثانيه شاهين عبد الله بن راشد بن محمد الزقيب المري قطع المسافه ب 7 دقائق 36 ثانية وجزئين من الثانيه. بينما المركز الثالث كان لصالح مهول عامر بن محمد بن خلفان الهاملي، قطع مسافة السباق في 7 دقائق 38 ثانية و7 أجزاء من الثانية. هكذا كانت